ثانيا بالثاني كنت انا اتكلم عن اللجنه، اتكلم عن اللجنه المحليه اللي اخفقت في تنظيم السباق. نعم. ولكن محمد موجود محمد عظف. تعال احمد. هذه الصراحه اللي هم احمد الحمادي ومحمد عظف صراحه قاموا بموقف جبار، خاصه في مع اللجان التنظيميه اللي هم وقفوا ورفعوا الامارات، وصراحه انا احب اشكرهم على الجهد الجبار اللي قاموا فيه، مو بس اليوم، من البارح، من قبل اسبوع، ولكن بانوا اليوم لما بانت المصايب اكثر. فانا احب اشكر ويعيبني الرجل اللي لما تبين المصايب يبينها.